السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هنعمل مع بعض طبق بسيط جدا جدا وسهل. طبعا احنا كلنا ما نقدرش نستغنى عنه واحنا صغيرين، هنعمله النهارده ونشوف كنا بنعمله ازاي. هنعمل مع بعض طبق تمر بالبيض. ده تمر متفصص خالي من النوى بتاعته. كنا زمان بنعمله بالعجوه، ممكن بالتمر، ممكن كمان ببلح الامهات. وطبعا ده بيدي طاقة ومغذي جدا جدا. تقدري تعمليه لأطفالك قبل ما يروحوا المدرسة، تعملي لهم سندوتشات منهم الصبح وياكلوه هو سخن. ده عندي تمر من الكمية اللي تريحك، عندي 4 من البيض، عندي 2 معلقة كبار من الزبدة الفلاحي على نار هادية. هنعملهم مع بعض دلوقتي على النار. ههدي النار خالص وحط فيه الطاسة 2 معلقة الزبدة اللي احنا قلنا عليهم، هنسيبهم لحد لما يدوبوا خالص وبعدين نحط بقى التمر. بعد ما السمنة بتاعتي دابت بالشكل اللي احنا شايفينه ده، هنزل عليها بقى بالتمر. نسيب التمر شوية مع السمنة وبعدين بنبدأ نهرسه بالشوكة بتاعتنا لحد ما يبقى طري جدا جدا. التمر بدأ يتجانس مع السمنه، نبدأ بقى نهرس فيه بالشكل ده، نهرسه كويس جدا جدا. لو شايفه ان السمنه بتاعتك كتير تقدري تقلليها زي ما انت عايزه، بس هو طبق التمر بالبيض لازم يحتاج سمنه كتير، هو مغذي جدا جدا. تقدري تعمليه الصبح بدري للفطار. هرست التمر كويس جدا، هنزل بقى دلوقتي عليه بالبيض، بيضة بيضة. يدوب بس هنفتح الصفار بالشكل ده وهنسيبه يستوي على نار هادية علشان خاطر يستوي كويس. نبدأ نقلب البيض لما يبدأ يجمد شوية. في ناس كتير بتعمل البيض هو مخفوق، هو متقلب مع بعضه كده كويس، بكده بتفضيه على التمر فبيبقى لونه مش حلو، كمان ما بيبقى متجانس مع التمر قوي فبيبقى شكله مش لطيف خالص. هنشوفه دلوقتي مع بعض شكله في النهاية عامل ازاي. خلاص زي ما احنا شايفين البيض بدأ يتماسك، هنبدأ بقى نقلبه بس تقليبة بسيطة كده، بس عشان خاطر نسيب البيض بالشكل بتاعه ما نبوظش شكل البيض. خلي النار بتاعتك هادية عشان خاطر تأكدي من سوى البيض. بس التقليبة دي، وهنسيبه على النار برضو نار هادية جدا لحد لما البيض كله يستوي نقدمه مع بعض. ده كان شكل الطبق التمر بالبيض بتاعنا، حلو جدا جدا ومغذي. طبعا ما ننساش ان الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا بالتمر، دي كانت سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني الطبق كامل متكامل مغذي ومفيد ليكي ولأطفالك. اعمله لهم الصبح قبل ما يروح المدرسة، كمان تقدري تاكليه مع العيش الابيض او مع العيش الفينو في سندوتشات. ان شاء الله يعجبكم. متنسوش تعملوا لنا لايك وشير واشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.